अब मैं अहमद जवादी सल्लम हूँ, जो हौज़ एलमिया के तालिब इल्म हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो ज़ेब मिंबर हों और तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस अज़ा का आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله.